إلى موجه. يلا بسم الله. في انطلاق وافتتاح المسجد رحمه الله تعالى وبركاته. الشيء المميز في هذا الانجاز تاع السنه ان الانجاز ما تعداش عام، اكبرها سنه في اوت العام اللي فات، اوت هذا العام كملنا سنه انجزنا ثانويتين متوسطه وعشر ابتدائيات، وفيها اللي نستلموها مباشره في اول نوفمبر. عدد التلاميذ على مستوى ولايه ورقله في هذا الدخول يفوق 126,000، وبالتالي التلاميذ نتاعنا في اريحيه ان شاء الله، اريحيه تامه، كل الشروط متوفره بما في ذلك الاطعام، ينطلق اليوم في كل المدارس الابتدائيه، وكنا عينا من هذا المدارس على افتتاح السنة الدراسية 2023-2024 من ثانوية شهداء ديسمبر 1957 بثانوية بامنديل، حيث تم الحضور للدرس الافتتاحي، ثم بعد ذلك تم التوجه إلى ابتدائية غزول في بامنديل في الخفجي حي كاتمي سانسون، واليوم نحن نتواجد في هذه المؤسسات الثانوية بالربا مجاهد بالربا السايح، وسيتم مواصلة الزيارة إلى غاية الملحقة المتوسط الورجلاني اللي هي في الأصل ابتدائية. على كل التحق أبنائنا التلاميذ مقاعد بداغوجية وعددهم 126,265 تلميذ، في التعليم الابتدائي أكثر من 66,000 تلميذ، في التعليم المتوسط أكثر من 43,800 تلميذ، في التعليم الثانوي أكثر من 16,300 تلميذ. على كل الشروط والظروف مهيئة لاستقبال أبنائنا التلاميذ الذين يلتحقوا اليوم، وأتمنى لأبنائنا التوفيق والنجاح. نذكر كذلك فيما يخص الإطعام، فيما يخص النقل المدرسي، عملية التضامنية تمت والأمور على ما يرام، وشكرا. هذا يوم عظيم، هذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، هذا يوم شكر ويوم حمد نتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، وجزى الله كل من كان سببا في هذا الاسم على رأسهم سيد الوالي، نشكره شكرا جزيلا. عانينا سنوات طويلة ونحن نعاني من التنقلات ومعاناة النقل، كثير من الأحيان كنا نتأخر، والحمد لله هذا إنجاز عظيم من فضل الله سبحانه وتعالى، وقد جاهد كثير من الأولياء والمناضلين، ناضلوا كثيرا من أجل هذه اللحظة. هذا يوم تاريخي، هذا يوم عظيم لكل سكان بامنديل، إذا عليهم أن يتوجهوا لله بالشكر وركعات لله سبحانه وتعالى. نتمنى هذا الصرح العظيم أن يتخرج منه إطارات في هذا المجتمع إن شاء الله، وأتمنى التوفيق، وبارك الله في كل من ساهم من قريب ومن بعيد، من السلطات، من الساكنة والسكان بامنديل، وممن دعموهم من كثير المناطق، وبارك الله فيكم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.